وينضم إلينا من رام الله الخبير بالشأن الإسرائيلي عصمت منصور. سيد عصمت، أهلا بك معنا لنتحدث عن اجتماع الكابينة الإسرائيلي الذي يبحث ويتداول بموضوع الصفقة الجديدة والتي بحسب التقديرات ستكون معقدة وطويلة وشاقة. هل فعلا ترى بأن مثل هذه الصفقة يمكن أن تبصر النور قريبا؟ تحياتي لكم ولمتابعيكم. يعني من الصعب جدا الحديث عن صفقة الآن، لأنه الفجوة كبيرة جدا بين الطرفين. هذا من حيث المبدأ، يعني شروط البداية التي تضعها حركة حماس تعتبر عمليا إعلان استسلام من قبل إسرائيل. يعني الإعلان عن وقف إطلاق النار ووقف العمليات وإنهاء الحرب هو سيعني فشل إسرائيلي وإعلان استسلام دون تحقيق أي أهداف. هذا سيعني أن إسرائيل ستوقف حربها دون أن تعيد جنودها بالقوة وستدفع ثمن، وأيضا سيعني أنه ستفاوض حماس، وربما ليس فقط على أسرى بل على أيضا على الوضع في غزة والحصار والإعمار وغيرها، وهذا يعني أن اجتثاثها أيضا لم يتحقق. ولذلك هذا يجعل الأمر صعب جدا، ولكن بالمقابل هناك ضغط على إسرائيل كبير جدا. هناك ضغط داخلي، هناك ضغط في الميدان، هناك حوادث وقعت تجعل الأمور أيضا أكثر إحراجا لنتنياهو ولمجلس حربه، وخاصة مقتل الجنود الثلاثة ومن قبلهم موت أسير آخر أثناء محاولة تحريره. وأيضا هناك الضغط الأمريكي الذي بدأ هو الآخر يضغط من أجل وضع جدول زمني لإنهاء القتال. لذلك يعني هناك عوامل تجعل موقف المقاومة ينطلق من أرضية صلبة، صلبة في الميدان من خلال الصمود، وصلنا من خلال استعداد الضغط الداخلي والضغط هل يمكن أن نضيف إليهم أيضا ضغط الوسطاء العرب؟ بكل تأكيد طبعا الوسطاء العرب سيطرحون أنه من أجل التقدم بوساطة يجب إعطاء أفق وأمل لهذه الوساطة والاقتراب ولو جزئيا من ما تطرح الموافقة المقاومة، بمعنى أن تبدي إسرائيل استعداد مبدئي أنه يمكن بحث هذا الأمر ومسألة وقف إطلاق النار، عندها يمكن إعطاء أمل. وهذا الدور أعتقد يعني يحاوله الوسطاء، وإذا ما فشل ستكون المسؤولية على الاحتلال. نتنياهو كل ما يريده في هذه الفترة هو كسب الوقت، هو يعلم أن الأمور صعبة وهو صفها بالصعبة والفجوة كبيرة، ولكن أيضا هو يتعرض لضغوط هائلة كما قلنا، وهو يريد وقت، يريد أن يظهر مجلس الحرب في هذا السياق. سيد عصمت والمنعقد للبت بشأن هذه الصفقة، هل برأيك يشهد خلافات حادة في هذا الموضوع بين أعضائه؟ يعني دون أن نشك أن هناك تفاوت في وجهة النظر. جانس وآيزنكوت مثلا في المراحل الأولى والصفقة الأولى لعبوا دور أساسي في الضغط على نتنياهو، وآيزنكوت تحديدا كشف يعني أول أمس أنه كان العامل الأساسي الذي دفع باتجاه عقد الصفقة وضغط بشكل جدي على نتنياهو وعلى جالنت الذين أبديا تشدد كبير. والآن أنا أعتقد أنه ويعني خاصة أعلن مثلا اليوم أنهم اجتمعوا جانس وإذن كنت اجتمعوا مع عائلات الجنود ومع عائلات الأسرى ويبكون على اتصال مع عائلات، يعني هم يبدون ود وتقارب من العائلات أكثر من نتنياهو وجالنت، ولذلك هم يعني على ما يبدو يبدون ليونة أكثر، ولكن ليس لدرجة أنه يعني يرضخون لمطلب وقف القتال. هذا مطلب أعتقد أنه يعني بحاجة لمزيد من الضغط وبحاجة من المزيد هنا من نتحدث سيد عصمت عن الضغط الذي تحدثت عنه في بداية لقائنا، وهو عوائل المحتجزين الذين بطبيعة الحال صعدوا اليوم ونصبوا خياما أمام وزارة الأمن. هل يمكن لهذا العامل أيضا أن يلعب دورا محوريا؟ بكل تأكيد هذا هو العامل الذي يحرك عملية الضغط إلى آخر في الاتساع. الضغط لم يعد يقتصر على عائلات الجنود، هناك شخصيات كبيرة ومهمة أمنية وسياسية سابقة باتت تضغط بهذا الاتجاه، وإذا أضف لهذا الضغط إلى عوامل الضغط الأخرى أعتقد أنه سيكون لها تأثير كبير. العجز الذي يظهره نتنياهو وعدم قدرته على الإتيان بأي صورة انتصار أو أي تقدم في موضوع الجنود يجعله في موقف الدفاع ويجعله في موقف صعب أمام العائلات، وهامش المناورة أمامه يضيق. ولذلك نعم العائلات تلعب دور مهم، والإعلام بدأ يتعاطى معهم بشكل أساسي، لا يغادرون الاستوديوهات على مدار الساعة، ومطلبهم يتكرر على لسان
المحللين والسياسيين السابقين ومن يعني يخرجون إلى الإعلام من جنرالات سابقين وغيرهم. لذلك نعم، العائلات الآن لها قوة أخلاقية وشعبية كبيرة في الضغط على نتنياهو، خاصة بعد الفشل الذي وقع يوم أمس. هذا أضعف موقف نتنياهو بشكل كبير. تخيلوا لو أنه أعادوهم أحياء، يعني هذا كان سيسجل صورة انتصار كبيرة وسيزيد الأمال وسيثبت أن العملية العسكرية تحقق نتائج. لن يكون نتنياهو وجدناهم في الطريق، سيكون نعم، يعني بعملية خاصة عدناهم وسيخرجونها وكأنها شيء خارق. ولكن يعني واضح أنه هذا الأمر حتى لم يستطيعوا من تحقيقه رغم أنهم كانوا قبالة جنودهم. نعم سيد عصمت، بحسب القناة 12 الإسرائيلية ذكرت بأن هناك صفقة جديدة ستشمل حزمة مساعدات إنسانية كبيرة، كما قالت القناة بأنها ستكون صفقة أكثر كرما بالنسبة للفلسطينيين. هل يناور بنيامين نتنياهو في الشق الإنساني مثلا؟ هو يحاول أن يقدم إغراءات ويحاول أن يظهر أن لديه أوراق يمكن أن يقدمها للمقاومة. هذه الأوراق لم تعد هي سقف تطلع المقاومة. المقاومة من الموقع الثابت الذي تتواجد فيه. المقاومة كل يوم الخسائر بدل أن تقل تزداد لدى الاحتلال، العمليات بدل أن تقل تزداد، وهذا يجعلها يعني تظهر للعالم ولإسرائيل ولجيش الاحتلال أنها يعني قادرة على القتال لفترة طويلة، وأن كسرها أمر متعذر جدا. من هذا الموقع هي تدير هذه المفاوضات. واليوم مثلا نشروا هذه مسألة أن الوقت ينفذ، يعني هذا الفيديو الدعائي الذي يضرب على وتر حساس لدى العائلات وفي توقيت حساس بعد قتل 3 من جنودهم. ولذلك يعني المقاومة لن يعني تغريها بعض مساعدات، يعني لا يعقل أنه الآن يعني تقدم مساعدات وبعد أسبوع توقفها وتعيد القتال مرة أخرى. يعني هذا يعطي نفس لنتنياهو ويعطي فرصة لكسب الوقت والاحتيال على العالم وكأنه يعني أوقف القتال. لذلك المطلب مبدئي وواضح ويتكرر على لسان قادة المقاومة وبياناتها سواء من الناطق العسكري أو من قيادات حركة حماس في الخارج. نعم، برأيك هذه المرة لن تكون هدنة إنسانية مؤقتة، إنما ستمهد إلى وقف إطلاق نار شامل يتبعه مفاوضات حول وضع قطاع غزة ما بعد الحرب، أيضا الوضع الفلسطيني ككل مشمولا بالضفة الغربية. أي ترتيب نعم سيكون شامل لكل الأوضاع. ولذلك ربما يعني ربما إذا مثلا وجد الوسطاء أن هناك إمكانية للذهاب إلى خطوة انتقالية بمعنى صفقة تبادل أولية لحالات معينة مقابل أعداد كبيرة ووازنة من الأسرى الذين أمضوا سنوات طويلة والمحكومين بسنوات كثيرة ومن الكبار في السن مقابل وقف للقتال أو انسحاب من مناطق معينة تمهيدا لوقف شامل والحديث عن ترتيبات لاحقة واستكمال الصفقة. يعني إذا كانت هذه هي الآلية يمكن أن يكون هناك أمل لمثل هذه الصيغة. ولكن إذا كان فقط إنساني ومقابل مساعدات وبعض الحالات، يعني اليوم نتنياهو يتحدث أنه صفقة شبيهة بالتي حدثت في السابق، هذا لن يتكرر. يعني الصفقة السابقة أسرى مدنيين المقاومة أبدت السداد منذ أول لحظة لإعادتهم، وبالتالي هم لا يشكلون ثقل في عملية التفاوض ولا تراهن المقاومة عليهم من أجل تحرير الأسرى وإيقاف القتال، بل تراهن على الضباط والجنود الذين لديها والذين تحتفظ بهم بشكل جيد. نعم سيد عصمت، إذا ما تحدثنا عن اليوم التالي لما بعد الحرب، نتنياهو في الليلة الماضية يعني منذ الساعات كرر تهديداته بأنه سيستلم زمام الأمور الأمنية في قطاع غزة وبأنه لا يسلمها إلى السلطة الفلسطينية. يعني نتنياهو يعتقد أنه هو الذي يتحكم بالمعادلة، يعني واضح من كل مسار الحرب أن نتنياهو دائما هو الطرف الذي يتراجع. نتنياهو يدير حملة انتخابية يغازل جمهور اليمين ويحاول أن يعني حتى يناكف بايدن في هذه الأمور من أجل إظهار أنه يعني قادر، وهو لاحظتم كيف هاجم أوسلو وكيف تحدث عن المرحلة الماضية وغيرها. نتنياهو ليس الطرف الذي يحدد بشكل مفرد ومنفرد ماذا ستكون نتائج المعركة، الذي يحددها هو الميدان. ولذا أنا أعتقد أنه من هذه التصريحات من باب الدعاية الداخلية، وهي على كل حال يعني توتر الأجواء مع الولايات المتحدة وحتى مع شركائه. يعني لاحظتم في المؤتمر الصحفي جانس رد عليه في نفس اللحظة وقال أنه بدل أن نتحدث عن الماضي دعنا نتحدث عن المستقبل وإلى آخره. لذا أنا أفترض أنه هذه يعني
دعاية يكون بها نتنياهو وسقف يضعه مرة أخرى وهو يعلم أن الترتيبات ستتم بشكل شراكة عربية أمريكية، والمقاومة طرف فيها والفلسطينيين طرف فيها، ولن تكون طرف يعني إسرائيل وحيد. لو كانت إسرائيل منتصرة وقادرة على فرض شروطها ربما لكنا يعني هذا ممكن، رغم أنه لا يوجد إجماع إسرائيلي على هذه نعم الطروحات، ولا دعم أمريكي لها ولا دعم إقليمي لها. يعني هي غير مسنودة لأي، لا لانتصار ولا لدعم إقليمي ولا لدعم أمريكي ولا لدعم داخلي. لذلك أنا أفترض أن هذه مجرد دعاية انتخابية يكون بها نتنياهو لإظهار تمايز عن شركائه ومغازلة جمهور اليمين ليس أكثر. شكرا لك عصمت منصور الخبير بالشأن الإسرائيلي، حدثنا من